السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة فل الكهرباء في عمل جديد وعشاق الإضاءة الجميلة. اليوم سنقوم بتطبيق على غرفة النوم، وكذلك سنقوم بتركيب كل ما يلزم هذه الغرفة من مفاتيح، وكذلك يعني بطون الخاص بالريدو للشرفة، وكذلك تركيب سبوت و الليد وكل ما يلزم هذه الغرفة خطوة بخطوة إخواني الكرام. وكذلك سترون يعني سنقوم بتطبيق أو تركيب الجيرلوند الخاص بالريموت كنترول، يعني الذي يتوفر على عدة مزايا، منها يعني الفلاشة التي تقوم ب يعني تدوير الإضاءة بشكل جميل إخواني الكرام. فلن أطيل عليكم إخواني الكرام، فابقوا معي إلى نهاية هذا الفيديو لكي تروا ما سنحصل عليه إخواني الكرام من يعني شكل جميل لغرفة النوم، وكذلك أنا متأكد إخواني الكرام أنها ستنال رضاكم وكذلك إعجابكم إخواني الكرام. فابقوا معي فلن أطيل عليكم، فسأترككم مع هذه الصور إلى النهاية. إذا إخواني الكرام، تم الانتهاء من تركيب جميع المفاتيح الخاصة بهذه الغرفة من بريزات وكذلك الفيبيان و بوتون الخاص بالريدو، وسننتقل الآن إخواني الكرام إلى تركيب السبوت. نقوم بتركيب اثنان في هذا المكان واثنان في الطرف الآخر عفوا. سأريكم الشكل إخواني الكرام، هذا هو الشكل. وكذلك من ميزات هذا السبوت يعني في شكله، يعني شكل جميل ويحتوي على إضاءة باردة باللون الأزرق في الطرف الجانبي لهذا السبوت، وكذلك به ترانسفور لتحويل الكهرباء. إذن سنقوم الآن بتركيبه إخواني الكرام في مكانه المخصص. إذن تم تركيب هذه السبوتات كما تلاحظون إخواني الكرام، وهي بشكل جميل جدا. سأقوم بتخريجها على شكل نحاسي، ربما تظهر لكم الصورة بشكل جيد. وكذلك سنقوم بتركيب فيش فيمي في هذا الكابل المغذي للجيرلون، وهذه هي السبوتات الثانية في الأجهزة الأخرى. وسنقوم إخواني الكرام بتركيب فيش فيمي في هذا المكان في هذه الأسلاك لتوصيل الكابل الجيرلون بهذه الجوانب داخل الجبس. والمساحة الإجمالية لهذا الجيرلون تتراوح بين 18 متر. هذا هو الجيرلون، وكذلك هذا هو الترانسفور المغذي لهذا الجيرلون، وسأريكم كيف تقومون بربطه. كل ما يجب عليكم هو إدخال هذا الكابل في هذا الفيش بهذا الشكل، ومن ثم تقوم بربطه بالشريط اللاصق إخواني الكرام. وكذلك سنقوم بوضع ثقب للترانسفور أو المحول في الجبس. إذن قمنا بتركيب الفيش فيمي في مكانه كما تلاحظون، وسنقوم إخواني الكرام بالاستغناء عن هذا اللطير لأننا لا نحتاج إليه في هذه المرحلة، سنتركه في مكانه. وكذلك سنقوم بعمل ثقب داخل هذا الجبس على هذا التقدير، يعني لكي نقوم بإدخال الترانسفور الخاص بالجيرلون في هذا المكان. إذن بعدما قمنا إخواني الكرام بعمل ثقب وكذلك إدخال الترانسفور في مكانه، سنقوم الآن بتمرير هذا الجيرلون في مكانه داخل هذه ما يسمى بالطريقة، يسمونها يعني أصحاب الجبس بالطريقة، فهي على شكل سمكة. ذاك هو الترانسفور إخواني الكرام، فقمتم بإدخاله في مكانه. ولكن قبل أن نضع الكابل ذو مسافة 18 مترا، لابد أن نقوم بعمل تيست له حتى نتأكد بأنه يعمل بشكل صحيح. سنقوم الآن بتوصيله بالكهرباء إخواني الكرام على هذا الشكل،
ومن ثم ناخذ الريموت كنترول ونضغط على اون. اذا يعمل بشكل جيد اخواني الكرام، وسننتقل الى اللون البلو وكذلك الفيرت والروج، يعني كل الالوان اخواني الكرام تعمل، وكذلك الموف يعمل بكل يعني بشكل جيد. ومن ميزات هذا الريموت كنترول انه يعطيك فلاشات وعده خيارات اخرى اخواني الكرام، فعندما تقوم بالضغط على فلاش يقوم بتحويل الالوان تلقائيا اخواني الكرام، يعني بشكل جيد اخواني الكرام بشكل جميل. سنقوم الان اخواني الكرام بتمريره في مكانه. اذا اخواني الكرام تم تمرير جميع الاسلاك وجميع الكابلات وجميع الجيرلوند الخاصه بهذا السقف، وسنقوم بتجربه السقوط. لاحظوا اخواني يعني كل شيء يعمل بشكل جيد، وكذلك السمكه الزرقاء او الطريقه. وكذلك اريد ان انوه بالشكر للاخ عبد الواحد جباس على هذه التقنيه، انه فعلا جباس محترف او جباس باللغه المغربيه محترف فعلا متمكن. سنقوم الان اخواني الكرام عندما نقوم ب يعني فتح الريدو كذلك يعمل بشكل جيد. لاحظوا اخواني الكرام يعني تم تركيب كل شيء في هذه الغرفة، واتمنى ان ينال اعجابكم هذا الفيديو اخواني الكرام. لاحظوا سنقوم الان بكذلك اغلاق الريدو، يعني كل شيء يعمل بشكل جيد اخواني الكرام، وكذلك هذا هو الشكل النهائي لهذه الغرفة الخاصة بالنوم. اذا للتذكير اخي الكريم، يجب عليك ترك هذا المنفذ الظاهر من خلال هذا الكيبل كما هو مبين في الصورة، فمن خلاله يمكنك التحكم في الريموت كنترول اخي الكريم، وكذلك تغيير الالوان والاشكال على حسب ذوقك. اذا لاحظ اخي الكريم يعني الريموت كنترول يعمل بشكل جيد، فعلا الاضاءة جميلة، وكذلك يظهر من خلال هذه النافذة هذا اللون رائع جدا. انظروا احبتي في الله، يعني اضاءة راقية، وكذلك يمكنك تغيير الى اي لون احببت اخي الكريم. فعلا عمل جيد، ولكن انتم من سيقررون احبتي في الله هل فعلا هذا العمل يستحق لايك. فالى هنا احبتي في الله نأتي على نهاية هذا الشرح، ولا تبخل علينا بالاشتراك بالقناة وكذلك عمل لايك 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 لعطاء المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.